ومعانا الممثل المحبوب النجم بيومي فؤاد. اهلا وسهلا فيك، كل سنه وحضرتك طيب، ينعاد عليك بالصحه والخير ورمضان كريم. نورتنا النهارده في كومباوند بير بيراميد. ربنا يخليكي، انا اللي شرف ان انا اكون مع حضراتكم النهارده، وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم على الامه العربيه كلها يا رب ان شاء الله. امين يا رب. عايز اسال حضرتك سر اختيارك لكومباوند بير بيراميدز، ايه اللي بيميزه؟ انه حاسس انه خاص جدا من زمايلي الفنانين الاستاذ احمد بدير، الاستاذ فتوح احمد، الاستاذ محمد محمود، الاستاذ محمد جمعه، لقيتهم واخدين هنا، ولقيت الراجل الاونر المهندس محمد صلاح راجل جميل جدا وراجل عندي كلمته، يعني في كل ما بنتفق على شيء او نتكلم على حاجه في التنفيذ بينفذه، والمكان قريب، المكان لطيف، حواليه قصور وفيلل، منتجعات سياحيه، اوتيلات، يعني في كمان هنا يعني مول تجاري، سبا، جيم، كتير اشياء، 13 عمارة بالظبط والكلام ده، فتحس ان هم وكانها قرية سياحية او كانها بلد كل اللي فيها عارفين بعض يعني. صح. المساحات حلوة والبيسينات وخضرة وهواء لذيذ جدا، على البركة ان شاء الله، ان شاء الله يكون يعني بيت الخير وعليكم ان شاء الله يا رب. نورتونا الليلة، لكن بس قبل ما اسيب حضرتك أكيد لازم أسأل عن أعمال حضرتك وآخر الأعمال الرمضانية، وطبعا بعدين إيه الجديد؟ نازل لي في العيد سبع البرومبا مع رامز جلال، محمد عبد الرحمن، مهب عوف، جميل عوض، إن شاء الله. مدى رضاك؟ اتفرجت شوية أكيد في رمضان صح؟ شايف إيه؟ أنا تابعت الكوميدي شوية، الواد سيد شحات وبدل حدود ثلاثة وكل الكوميدي الزناتي ظريف ومختلف عن كل سنة ودمهم خفيف، هوجر حلو قوي، المسلسل أنا آسف نسيت اسمه في لحظة كده، مصطفى خاطر، مسلسل مصطفى، ومسلسل إيمي سمير غانم كمان حلو قوي، سوبر ميرو. لا الحقيقة في شغل، في جهد اتعمل يعني السنة دي. طب في حاجة جديدة كده لسه اكسكلوزيف لينا يعني ولا حاجة؟ لا في ان شاء الله داخل، انا بصور دلوقتي فيلم مع الاستاذ احمد حلمي اسمه خيال مآتة، ان شاء الله هيتعرض في عيد الاضحى. بتمنى لك كل التوفيق وان شاء الله دايما بنشوفك بالنجاح في الاعمال القادمه. نورتنا في بير بيراميدز، وان شاء الله دايما تكون بخير وسنه سعيده عليك ورمضان كريم. الله اكبر، متشكر لحضرتك جدا، ميرسي ليك، ثانك يو.